صراحة قيس مقطع جديد في طازم تشوفينه مطمن الهلال، لأنه فترة طويلة ما لعبنا بالهلال. حلقة اليوم حلقة مختلفة. طبعا قبل ما نبدأ الحلقة راح يكون عندنا طبعا راح أبارك جمهور نادي الهلال، مبروك تحقيق الدوري، هارد لك الأهلي إن شاء الله ياخذوا السنوات القادمة هم كل الأندية. طيب إيش حلقة اليوم؟ راح تكون منتخب الهلال، فكيف يعني السعودية الحين سوي تفصيلي بعدين نحط فات فريق تروح كذا آخر شيء بعدها تحط دوري جميل. أنا شكلي حطيت معلومة غلط. إيه يلا الحين مدينة توقع في معلومة يمكن أنا حطيتها غلط عشان كذا يلا. طيب راح نستدعي جحفري الواكد عبد الله، جيب عبد الله حافظ فلاته شلهوب كنو حسن كادش الحافظ الزوري البلاهي. طيب حسين عبد الغني استبعده، جيب النجراني برضه، نجيب فيصل درويش. طيب نجيب جاهد، جيب ايضا احمد الفقيه، باقي سلمان مشر، ياسر القحطاني والفهد الرشيدي. ياسر القحطاني خلاص حنين منتخب الهلال كامل. خلينا نشوف ايش راح يسوي منتخب الهلال كامل قدام الفتح. يلا نلعب قدام الفتح. طيب انا شاركت البدايه ونرجع لكم، يعني نرجع لكم بعد ما اسوي كل شيء. طيب المباراة راح تكون المنتخب ضد الفيحاء، لان الفيحاء فيها ملعب جامعة الملك سعود، عشان كذا حارس المعيوف، الدفاع اسامة وجحفري، شاران يسار، بريك يمين، كنو عطيف وسط، او لا نخلي كنو هنا، فرج عطيف وسط، يسار العابد، يمين الشلهوب، وسط مهاجم كنو، وراس الحربة القحطاني. والله شوف منتخب خرافي، والله منتخب قوي. فيلا نخش على مباراة الفيحاء ونرجع لكم. تبدأ المباراة كنو ياسر عطيف شلهوب سلمان الفرج نواف ياسر جحفري سامو ساوي غلط في التمريرة فرج كنو عطيف بريك حلو فرج شهراني يهدي فاول حكم والله فاول حلو نواف المطيري خطيرة خطيرة عند عبد الله عبد الله المطيري لكن جحفل في التخليص تروح الركلة مرة الله الله يعطيف محمد كنو راح كنو راح كنو راح كنو هذه جول هذه جول جول اول للزعيم 1-0 عن طريق نواف. شوف العرضيه من كنو الى نواف اللي حطها بسهوله براسه على مرمى الفيحاء. اسبريه قميز شهراني فرنانديز الشهراني يعرض للمطيري لكن ساحل المعيوف. الله السلام على الصدر يا كنو فرد تسلل صح والله مو بتسلل. الله ياسر القحطاني في المباراة الأخيرة له قبل الاعتزال يسجل هدف عالمي وفي مباراة ودية عادي صاب الشلهوب. والله هدف حلو القحطاني هز الشباك الرقم 20.
طب الشوط الثاني نزلنا، او طبعا الشوط الثاني نزلنا احمد الفقيه او الفقي، المهم واحد من اثنين، ما في عشان الله خلص الاسم، واحد من اثنين. طيب روني فرنانديز فرج يغطي اسبريه، تصل الكوره تروح ركله مرمى معيوف، يعطي البريك، جبت العيد. يلا يا سامة، كنه حلو يا ياسر، والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة، فرصة أمام المرمى، والله كانت حلوة بس يلا قطعها الخبري بصراحة، تبريرة حلوة كانت بدايته خطيرة، قوميز أو كامل يعني، هي الكورة كانت حلوة. فرنانديز البقعاوي يعطيها سبريه، أسبريه لقوميز، غلطت أنا غلطت أنا غلطت. حلو بريك، حلو يا محمد البريك. الخيبري سبريه والبقعاوي، البقعاوي عرض، الله يا أسامة كنه قحطاني، يلا الفرد نواف شهراني، لا لا قطعة، الله 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 المطيري الشهراني خلص بسهولة، نواف العابد، عبد الله عطيف، والله فاول سبريه ينفذ الفاول، جول بغى يدخل بس تعدي على خير معيوب، حسن كادش يلعبها للبريك اللي استلمها، الله الله حكم، لا والله ما في شيء، زاوية بلنتي بلنتي بلنتي، يا الحين بنخلي الشوت، من الكابتن ياسر، لا بخلي معيوف، بتسجل قبلها مع الاهلي بلنتي، فخلينا نسجل مع الهلال بلنتي، لا والله صدها صدها تغريدي، عبد الله السالم جدي بركة تزولوس فرنانديز، البقعاوي يعدي يعدي البقعاوي الفرنانديز خطير، روني عنده فرصة التمرير، كسر كسر معلك، براس ياسر. طيب خلاص تقريبا انتهت المباراة، فهنا صوت المقطع، اتمنى يعجبكم المقطع، كان معك فارس جيمز، ورونا ندعمكم في هذا المقطع، مع السلامة.